او الفريق الحالي للنادي الاهلي 11 لاعب تقريبا، فريق الاخطبوط عنده 3 قلوب وست اذرع وقدمين، عشان اذا كان في عندنا في النادي الاهلي ما فيش قلب واحد، لا ده احنا عندنا 3 قلوب واذرع كمان. اكيد النادي الاهلي بيتحرك في طريق بناء فريق مختلف، فريق قادر على المنافسة على كل البطولات وحصد البطولات. وعايزين نقول حاجة، كهربا اختيار فني وإضافة هامة جدا. كهربا لاعب هنستعرض كمان فنية ونكلمكم فيما بعد ايه اللي ممكن يضيفه للنادي الأهلي، ولكن كهربا في اللحظة دي قرر يبقى موجود في النادي الأهلي. الناس عايزة تعرف كواليس، حابين نقول ان كهربا ما بقاش في النادي الأهلي غير بعد موافقة واضحة وصريحة وفقا لقناعات فنية من المدير الفني للنادي الأهلي. هكذا يدار النادي الأهلي على مر تاريخه، مستحيل يكون كهربا موجود بدون موافقة من المدير الفني. سيبكم من أي كلام بيتردد لأن ملهوش أي أساس من الصحة. كهربا اجتمع بريني فايلر في خطة لتأهيله، هيبدأ ينزل التدريبات إن شاء الله بإذن الله، زي تصريحات مسؤول عن التعاقدات أمير توفيق اللي بنحييه على الصفقة، بنحيي الباشمهندس عادل القيعي، بنحيي إدارة النادي الأهلي، كل الجنود اللي بيشتغلوا عشان يفرحوكم أنتم، الناس اللي بتشتغل عشان جمهور النادي الأهلي يبقى عنده الفريق اللي بيحلم بيه. كهربا قريب إن شاء الله من القيد في أفريقيا، هيبدأ تأهيل وبعد كده ينخرط مع الفريق. عندنا مباريات مهمة جدا في يناير إن شاء الله بإذن الله نقدر نشوف كهربا فيها، وصدقوني كل واحد في النادي الأهلي بيشتغل لهدف واحد بس، هو إسعادكم. إسعادكم هو الغاية اللي الناس بتشتغل ليها، وإن شاء الله ده يتحقق يا أحمد إن شاء الله. وبإذن الله نبعد خالص عن فكرة بقى مدى توظيف كهربا داخل الملعب، وهتلاقوا كتير جدا كلام هيتقال أصل كهربا ممكن يكون على خلاف مع رمضان صبحي، لا أصل كهربا وحسين الشحات، لا الموضوع ملوش علاقة خالص. النادي الأهلي سيستم واحد، بنشوف جد كتير جدا اللي قاعد بره على الدكة قلبه في قلبه أكتر من اللي موجود في الملعب. صفقة مهمة جدا، احتياج فني مهم جدا، وإن شاء الله يكون على قدر ثقة جماهير النادي الأهلي فيه، وعلى قدر ثقة الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر فيه، وعلى قدر ثقة مجلس إدارة النادي الأهلي في الصفقة. وإن شاء الله دي ما تكونش الصفقة الأخيرة، أكيد عندنا صفقة إن شاء الله احتمال، لأن الاستبدال بيسمح لنا باتنين لعيبة. لكن تعالوا نشوف برضو الجنود اللي هي على بيدج